الوردي الغدار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا شباب في مره 200 رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم طبعا حيكون اليوم المنتظر الاكسكلوسيف ستونز الماسترز اللي انا احتاجهم صراحه الاسبوع ده. طلعوا تول عايزين دارك تخيل يجي لايفي فلا يا ليتس جو وذ اكسكلوسيف ستونز فيرست. ريكا والله لو جات ريكا بومباستيك فانتاستيك موماستيك خايف لايتنجز نو لايتنجز اوكي اسكيب ما هذا انا ابغى بس يجي لايتنجز يعني ما هي مشكله يعني حتى لو انه هو ما هو 5 ستارز بس 4 ستارز انا احتاجه تقريبا جيب لي سبوت بليز شيت ليه او ماي جاد اوكي الصراحه الماستر هذا يعني في ناس قليل اللي بيستخدموه لو انك انت قتلتها بتسوي لك زي بتقول كده كده يعني تقول انت من هنا بتهيئ لك التيم حقك كله بتشيل كل البفات اللي عليهم او الدي بف السموم اللي عليهم بتنظف تسوي تنظيف لو ماتت فقط غير كده يوزلس اوكي بسم الله ليتس جو لايت تو لايت لايت تو باك تو باك يا رافين جان الموميا يلا ادينا واحد كمان لايتين وان مور وممكن على الكونفوجر يا تخيل والله احتاجها او 5 ستارز يعني اوكي جريفينز يو ستيل هاف مور ليتس جو كم اون يا راجل كم اون مان اوكي تو مور للأسف الشديد الحظ تعيس تجميع الفاضي تجميع الفاضي نو لايتنجز اوكي 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 نروح على الماستر سكرولز وخلينا نشوف ممكن يجينا شيء من هنا شو النكست مين جانا برضه ما في لايتنجز خلينا نشوف سريع سريع ليفينج ارمر شيكات ليزرد طبعا هذا فيوجنز من عندنا بانتي هانتر اوه نسيت انا موضوع الحدث في طبعا تعديلات اللي هو سوى بالانسنج للماسترز وغير كده طبعا في حدث ما تجد انه هما بيتكلموا عن التلفيل كل ما بتلفل انت الوحوش حقونك بتاخد بوينت فيعني شيء جميل وطبعا تاخد البوينت بيدوك البونص على طول كالعادة يا سعادة مط ولا لايتنج اتخيل يعني ايش الحالة المزرية هذه انا ايش اسوي هروح على دارك لايت كيف اعطوه تو ذا دارك لايت بليز جيف مي سمثينج والله كم تو صراحة يعني يو بيس اوف شيت اوكي هاجي انا للانفيرنو بعد هروح على الووتر نثينج اوكي الكمف صراحة الماستر هذا اللي جاء قبل شوية مرة كويس اللي هو الكمف اوكي روح على الفاير كلوي اوبي يو وال وند ستين تون تون يا راجل اوكي لاست لايت دارك ما راح يجي ولا اي شيء كابوه مين هذي فيلي يعني في ناس قريب بيستخدموها طبعا بتيجي من نفس ال تقدر تسوي لها فارم من السكرت دنجن تطلع منها اوكي لما تجد ذاتس ات فور سامن رايت وي ديد سامن ايفريثينج يس وي ديد نايس اوكي خلينا نروح نشوف الحدث كذا ناخذ لنا فره تايم تو جيت سترونجر ترين يور ماسترز اوكي ليتس ترين اور ماستر وات وي جونا دو يا مان شو على راح بيصير اوكي نشوف الايفنت 1 هنا عندنا يقول لك كولكت تريننج كان ديروي وسام بلدن جيفينج جودينج جودين ذا هاوس كولكت اوكي شيء جميل يعني بالاصح انت لو انك لفلت الوحش حقك 2 ستارز من 1 ل 2 ستارز ماكسيمم طبعا بيديك 2 بوينت يعني لازم انت تلفله اوكي من تلفل الماسترز ثلاثه نجمات ماكس ليفل لليفل 25 ب
يعطيك 5 بوينت وهكذا الين طبعا اللي هو 6. لو لفلت اي واحد ل 6 ستارز حاخذ وقت طويل بديك 100 بوينت. اوكي حلو حلو. طيب البوينت هذه نستخدمها في ايش؟ يقول لك سم 3 ماسترز بيعطيك كمان 10. 3 ستارز ماستر بديك 10 بوينت. بس طب البوينت بعدين ايش اللي راح يصير فيها؟ خلينا نشوف. بتبدلها بماستكل سكرول. نايس. تقدر تسويها طبعا الين 10 مرات بس في الايفنت. هذا الحد اقصى يعني والله. اوكي نمشي نمشي الحال. ايفنت 2 جيت بونس ريورد اكونت. هذا هو البونس احلى حاجه انا اللي عجبني صراحه. اوكي شو عم بيقول لنا هنا؟ اهم شيء في عندنا حاجه مهمه فورمال رانت 20 انرجي ما في 200 كريستال و200 مانا. ممكن هي هذه اللي... اوكي البونس اوكي يمشي الحال يعني ما هو ذاك ال... ما في ديفل. هو الديفل هو واحد شيء يا ولد يا ولد. ايفن 2 ايفن 3 بونس ريورد اوكي ان شاء الله يجي اللايف وراح نتكلم عنه او نسوي اكشن يعني لايفاوي. بعد كده هنروح على اللي هو الماستر بالانسنج تريننج. طبعا في اشياء كثيره غيروها مو يعني اشياء كثيره اشياء ها يعني خلينا نشوف دحين نقرا يعني غيروا شويه اشياء. وانا شايف الصراحه في النوت اهم حاجه اللي هي الهيل ليدي هنا اللي عندهم. طبعا الهيل ليدي مبروك لكم صراحه بف مره جميل. وهذا كان طبعا انت شباب نهايه الفيديو كان صغير لطيف فعلى قلوبكم ان شاء الله معليش اتسامحونا. التي او اي راح نكمل انا موقف على البوس اللي هو رقم كم 80 يس تقريبا 80 دبل تشيك يا 80 ما لعبت ولا اي حاجه فان شاء الله حنكمله. اوتو موتو لو سويت الاوتو حيموتوا ما حينفع حنسوي مون مان. اوكي يا شباب يديكم العافيه لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير. بيس